وليد، شفت المباراة ازاي؟ وكنت بتتكلم عن التشكيل، شفت ازاي وجود ناصر منسي بعد نزول سيف الدين الجزيري يمكن اضاع كورة وفي حلق المرمى او خلاص يعني في الستة ياردة وكمل بالكورة بره، شفت ازاي رؤيتك للمباراة؟ احنا عندنا مشكلة في الافراد، في الاشخاص، في اللعيبة، وتتمثل في لما انا بيتكلم عليا كويس بحس ان انا خلاص انا صاحب الفرقة او صاحب الكورة. الشغل الجماعي بتاعنا في التلت الاخراني ما كانش كويس خالص خالص. احنا مقدمين بشكل كويس وعاملين جيم رائع واستحواذ ولا اروع وارتداد ولا احلى، كل حاجة كرة تانية بناخدها على طول باستمرار. طب ايه اللي ناقص؟ التوفيق ماشي، طب التوفيق هوصل له ازاي؟ ما انا لازم اروح اشتغل في التلت الهجومي. زيزو من ناحيه اليمين طول الوقت ضامن مع عمق الملعب، قافل الملعب، خليك ناحيه فاتح الملعب. شلبي ناحيه الشمال، الامور دي حاجات فنيه. اوباما النهارده ما كانش في الحاله اللي هي تسمح له او الاحسن بيكمل فيرو الثاني. جات لنا كذا كوره بالعرض فتوح عملها وشلبي ما كانش حد في ال 18. طب انت يا ناصر يا منسي، انت راجل بتلعب تسعه صندوق، مفروض انت في الصندوق الكورتين اللي عدوا بالعرض دول بتوعك، يبقى هنا في تمركز خاطئ في الحاله الهجوميه. حتى كوره جت على دماغه برضو ما استغلهاش بشكل كويس. اه بالظبط. التمركز بتاعك في الحاله الهجوميه مش كويس. سيف الدين الجزيري لما نزل احنا كنا عايزين سيف لانه سرعات، الماتش ده على السرعات، مش عايز صندوق بيتحرك كتير وبيفتح لزمايله والكلام ده كله، وكان هيعمل قلق للاثنين مساكين لانه بيمتاز بالسرعه. فدي كانت حاجه من الحته الفنيه اللي يسال عليها جوميز. زائد زي ما قلت لك التوزيع الفني اللي ناحيه اليمين زيزو طول الوقت ضمم على جوه ضمم على جوه، راح بكوره واثنين وثلاثه اشتغل فردي وكان عبد الله السعيد معاه، وكان يعني في كورتين كان ممكن يعمل دبل باس ويروح للجون. فده بيرجع لكسور فني لبعض اللعيبه. زائد ان انت وصلت، يعني انت لعبت جيم هايل، كنت كويس قوي، انت ليه ما تسجلش؟ ليه دلوقتي بقى وصلنا ان لعيب ماسك الكوره وعايز يروح يعدي واحد ضد واحد بيبقى فرحان اللي هو عدى؟ هو ده الطموح في الملعب؟ انا بعدي عشان اعمل هجمه ايجابيه مع زمايلي، مش هفضل واقف وعايز اعدي واقف بالكوره. الزمالك افضل بكتير، يعني انا حزين جدا لان احنا لعبنا كوره، يعني احنا لعبنا كان شكلنا حلو، كان لازم نكسب، بس لازم نكسب دي زي ما الكابتن حماده قال، هي كوره نتائج. ماشي انا عملت شكل حلو بس لازم اترجم جون. انا مش عايز العب كوره بس هيخليني اكسب. ما هو الاهلي اهو، هو الاهلي لعب كوره النهارده؟ ما لعبش. غلطه جول، غلطه الثانيه جول، طب في ايه؟ طب انا ما استغلتش ليه الشوط الاولاني والشوط الثاني؟ ليه ما اتدخلتش من الشوط الاولاني عملت التغييرات اللي هي المفروض كانت تتعمل لان انا محتاج سرعات في التلت الهجوم. امور يعني انا زعلان لان انا شايف ان احنا يعني اولى ان احنا نكسب، لكن لازم مراجعه فنيه للجهاز الفني في حته التشكيل، في حته التغييرات، زائد اللعيبه اللي هي نجوم عندنا وشايله الفرقه طول الوقت، لازم تحس بالمسؤوليه في الملعب، ان انا مش صاحب الكوره، ان انا مش صاحب الكوره. انا بلعب لعب جماعي مش لعب فردي. فلازم اشتغل مع زمايلي خصوصا في التلت الهجومي، مش طول الوقت اشتغل لوحدي وعايز اجيب الجون وعايز اشوط وعايز اعمل. معلش انت مش هتعمل كل الادوار، والتزم بدورك التكتيكي. يعني انت لو التزمت كل لعيب بدوره التكتيكي اللي هي هترجع غلطه جهاز فني عشان التوجيه، الامور هتمشي بشكل كويس وانت راكب كمان، يعني انت راكب الجيم.